في يوم ما وفي عامه 90 سألت امرأة الفيلسوف الكبير برتراند راسل وقالت له: ماذا ستقول لربك لو وجدت نفسك بعد الموت واقفا أمامه فجأة ووجها لوجه؟ فقال لها فورا: يا رب، لماذا جعلت الأدلة على وجودك شحيحة جدا ولا تكفي حتى لإثبات وجودك؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من الله بعيون الفلاسفة. وفي هذه الحلقة سأعرض لحجج راسل التي تؤكد عدم وجود الله أو عدم وجود أي أدلة على وجوده، وأثبت فيها بأن جميع الحجج على وجود الله قاصرة، بل أنها تؤكد أننا لا نحتاجه. كونوا معي وسنناقش كل هذه القضايا التي ردها الفيلسوف الكبير برتراند راسل. Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, it seems to me, a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. Well, of course, as a Christian, when did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Do you think that that gave you an extra strength in your life? I don't know. No, I shouldn't have said so. Neither extra strength nor the opposite. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. You see, one thing is I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. هل الله موجود؟ هذا السؤال كان وما زال يشغل بال الملايين منذ قديم الزمان، ولكن من جعلنا نطرح هذا السؤال دائما؟ حين يحكي أحدنا قصة ما عن الغول فنحن بالتأكيد لن نصدق به، إنه يروي روايات خيالية في جميع الأحوال، لأننا لم نرى شيئا من هذا النوع على الإطلاق في حياتنا ولا سمعنا به، لكننا لن نتخلص في كل حال من الأحوال من صورته التي رسمها لنا هذا الراوي في ذهننا مهما حاولنا. قصة الإله كما يبدو مشابهة لهذا المثال، وبالتأكيد هي ابتكرها في لحظة ما رجل دين لغاية ما في نفسه، والنتيجة كانت أن البشرية لم تستطع بعدها أبداً الخروج من جاذبية هذه الفكرة الشديدة وسحرها. الآن لنترك هذا الجانب ولأسأل أو لنتساءل جميعا، هل هذا السؤال مهم جدا بالنسبة للبشرية فعلا؟ بالتأكيد الجواب يعني تؤكده وجود المليارات التي تراه مهما جدا، لكنني شخصيا لا أرى ذلك، ولكن لأهمية هذا الموضوع لا بد من مناقشته بهدوء وبأقصى قدر من الحيادية. في هذه الحلقة سأتناول مناقشة برتراند راسل لهذا الموضوع، وفي الحلقات المقبلة سأقدم رؤية كل فيلسوف لموضوع الله بحد ذاته والأدلة على وجوده أو عدم وجوده والمناقشات التي جرت حول هذا بأقصى قدر أيضا من الإيجاز والوضوح المعرفي والفلسفي، بحيث ممكن لكل إنسان أن مهما كانت رتبته المعرفية
أو اطلاعه أن يعرف من المقصود بما سأنشره. فكونوا معنا. هذا الرجل للأسف كان فيلسوفا ومثقفا موسوعيا وعالما رياضيا ومفكرا تربويا واجتماعيا وناشطا سياسيا، يعني أمة في رجل، عجيب الرجل، وحقيقة من أذكياء البشر. أنا شخصيا أحب أن أقرأ له أصلا في كتاباته المتأخرة أو عقل كبير بلا شك، لكن للأسف عاش ومات ملحدا، وأنا اكتشفت أنه عنده إرادة الإلحاد. الرجل كان يريد أن يكون ملحدا. يهود والنصارى نفس برهين، على فكرة برهين النظم اسمه الديزاين الأرجومنت، برهين النظم وقال هذا أقوى البراهين على الإطلاق. المهم مش ماشي نطول معاه، ناخذه بشكل سخيف ما فيش فيه أي يعني صدقية في النقد. قال تطور داروين ينقض هذا البرهان، تخيل ينقض برهانا عقليا بفرضية علمية حتى غير ثابتة، يعني سخافة هذه، سخافة هذه، هذا مش تفكير علمي. الزلم عنده إرادة أن يبقى إيش ملحدا للأسف، هذه ولا كان اهتدى لله الحجة البالغة. علشان هيك ما يتفلسف شو هو في عيد ميلاده تقريبا 90 عملوا له حفل، وجاءت سيدة كبيرة في السن عامية قالت له يا سيد رسل أنت الحين في 90 ويعني على شفير القبر، فعليك أن تراجع نفسك، عليك إيه أن تراجع نفسك، ألا تخاف؟ قال له في الحقيقة أنا غير خائف. قالت له ليش؟ أمام الناس، هو ذاك عنده بديهة ملعون. قال له لا أخاف، حتى لو افترضنا أنه موجود عن الله سبحانه وتعالى أنا سوف أجادله كما يجادلني، ويقول لي لماذا لم تؤمن بي؟ أقول له لماذا لم تترك لي من الأدلة ما يقنعني ويقنع أمثالي؟ أنا ما اقتنعتش. طبعا كما رأينا في جواب أو مداخلة السيد الشيخ عدنان إبراهيم على الموضوع، واضح أنه رجل يحاول أن يكسب الموضوع إلى جانبه الذي هو متحيز له. وطبعا نحن أيضا ربما هذا الاتهام نفسه يؤكد أننا نحاول أن نتحيز لرأي برتراند راسل، لكن في الحقيقة الأمر لا يستدعي التحيز إلى أي طرف من الأطراف، ولابد أن نقف على الحياد ونعرض الأشياء كما هي بدلا من أن نصر على رأي واحد مسبقا، وهو هذه الفكرة أقرب إلى برتراند راسل. مبدئيا هذا السؤال وجود الله هو إلى جواب، يعني جواب عقلي أو أكثر من جواب، جواب عقلي وجواب ديني وجواب علمي. أما في الجانب العقلي فهو هذا الجانب طبعا يستنكر الدين بالتأكيد، لأنه هو لا يستنكر الجانب العقلي إلا عندما يكون هنالك ما يخدمه، وهذا يشي وهي نقطة ضعف خطيرة جدا في كل معتقد ديني. لماذا؟ لأنه يبحث عما يشاءه ورغباته، بالتالي هاي راح يسقط في المنطقة العاطفية. أما في الجانب الديني، الجواب على الجانب الديني الخالص بعيدا عن الجانب العقلي فهذا معروف، وبدليل وجود الأديان كلها التي تعتقد بوجود إله ما يتعبده الجميع أو يجب أن يتعبده الجميع، وهاي اللي يجب تشي بهنا بوجود فائدة ما من الموضوع، وهذا كله بالتالي يؤكد أو يجعل الجميع يؤكدون أن الله موجود أو الإله موجود في بصيغ متعددة، وهذا يوضح بأن المسألة لا تتعلق بما يراه الله أو ما يحتاجه الله، إنما بمن يقنع الناس بوجود هذا الإله ويفرض هذا الأمر على الجميع. بل بعض الديانات من الإسلام يحكم بالردة والموت والقتل لكل من لا يؤمن بهذا، وهذا لها علاقة بالمسألة انتروبولوجية وقطيعية تحدثت عنها في قناتي، عن أن الله هو القطيع نفسه والدين أيضا هو القطيع، وهذا القطيع يبحث عن الرمز ما يوحد الجميع وينفي فردية الأفراد. أما الجواب العلمي، احنا تحدثنا عن جانب العقلي وتحدثنا عن الجانب الديني، أما الجانب العلمي فهذا جانب يؤكد بنسبة 100% أن لا شواهد حتى الآن على وجود شيء أو فرضية اسمها الله حتى هذه اللحظة، بل انه يقول ان هذا الادعاء حتى لو تحقق، لو افترضنا انه وجدنا دليلا على وجود اله، فدليلا دامغا وليس دليل بالطريقه التي يتحدثون فيها او يعني يقنعون بها السذج من المؤمنين، فحتى لو افترضنا وجود هذا الاله او اكتشفنا ادله على وجوده، فان هذا الدليل يجب ان يكون قابلا للتكذيب، لأن العلم لا يطلق أحكاما
قطعية. مع هذا الواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني بشكل عام يثبت بأن عدم وجود أي دليل على هذه الفرضية فهذا لا يعني بأن وجودها بغض النظر عن مصداقية هذا الوجود ما غير مفيد، بل بالعكس ما زال هذا الوجود مفيد، بل مفيد إلى حد كبير. هو اللي يوحد الناس في مع بعضهم البعض ويقنعهم بأن هذا الإله هو يمنحهم معنى لحياتهم ولكل ما يفعلونه، وأيضا يقنعهم بأن ما يفعلونه ويؤمنون به والأحكام التي يطلقونها لديها شرعية كافية لأن يفعلوا ما يشاءون. وهذا أيضا فيه جانب خطر، نعرف بعض الكثير من الديانات تبرر القتل وترتكب الأفعال الشنيعة بحجة أنها أوامر إلهية، وهذا ينفي مسؤولية، يعني يقوم الإنسان بعمليات قتل مجانية وبضمير مرتاح، وبالحقيقة أن هذا الضمير هو ضمير سيء، لكنه يقول لك أنا عبد المأمور وهذا إله وأنا لا علاقة لي بي، وهذا يسميها حنا أرندت بتفاهة الشر، وهذا موضوع مختلف بعدين نتحدث عنه. في البداية راح أعرض مجادلة راسل برتراند راسل حول هذا الموضوع، أو قدمت هذا العرض أنه عندما سألتها هذه الأمرأة لماذا أنت ليس مسيحيا، وهو عند محاضرة شهيرة في الثلاثينيات القرن الماضي تقريبا قبل 100 سنة، في كان حضور عدد كبير من البرلمانيين أيضا، وقال أنه سيلوم الله على عدم توفير أدلة كافية على وجوده. وطبعا هذا كما قلنا لن يريح المؤمن، هذا جواب مزعج للمؤمن، لأن المؤمن يبحث عن ما يريحه، يبحث عن ما يسنده، يسند قناعته، وبالتالي فجدال من هذا النوع بين الله وبرتراند راسل جدال لا يرضي ولا يلبي حاجة المؤمن. المؤمن يبحث عن من يدعم موقفه، فهذا هو أصلا ربما مؤمن حتى يبحث عن ما يدعم مواقفه ويرتاح نفسيا وجسديا وواقعيا أيضا. لكن هذا أيضا في الوقت نفسه هذا الأمر يؤكد رغبة الإنسان الصادقة للمعرفة والتحقق مما يكتشفه أو يقال له عنه. على هذا الأساس راح نشوف أنه راسل حتى يدحط يؤكد موقفه راح يقدم أدلة دامغة على أن جميع الحجج على وجود الله هي قاصرة وبشدة، وراح نبدأ بأول مثال وهو مثال إبريق راسل. في هذا المثال كما ترون هنالك إبريق شاي اقترح، قال أنه حولي أراد يثبت برتراند راسل وجود الله، فقال حتى نثبت وجود الله أنا راح أو من عدم وجوده راح أفترض بأن هنالك إبريق شاي كما ترون في الصورة، هنالك هذا الإبريق، وهذا الإبريق يدور حول الشمس بين الأرض والمريخ، وبالتالي ويقول إنه هذا الإبريق لا يمكن لأحد أن ينفي وجود هذا الإبريق. لماذا؟ لأن هذا الإبريق لا يمكن رؤيته ولا يستطيع أي كائن أن يراه، لكن لا نستطيع أن ننفي وجوده، هو بس هو يقول لك هذا موجود، ماذا تفعل معه؟ كيف تنفي ما يقوله؟ لا تستطيع نفي ما يقوله، يقول لك هو موجود وأنا واثق بوجوده، فكيف تنفي وجود هذا الإبريق؟ لكن لا تستطيع رده بشكل منطقي، وبالنهاية عليك أن تؤمن بوجود هذا الإبريق. وفي مقال لم ينشر إلا بعد وفاته في مجلد المصور إليستريتد سنة 1952، راح أترك الرابط مع المقال، كتب راسل تحت عنوان هل هنالك خالق؟ قال إذا أمكنني أن أشير إلى أنه يوجد بين الأرض والمريخ إبريق مصنوع من الخزف الصيني يدور حول الشمس في مدار بيضوي، لا يمكن لأحد أن يدحض افتراضي إذا كنت حريصا على ذكر أن الإبريق أصغر من أن ترى أقوى التلسكوبات الموجودة عندنا، ولكني إذا انتقلت إلى الادعاء بأن افتراضي يتمتع بخاصية أنه لا يمكن إثبات عدم صحته، وبذلك فإنه من غير المقبول لأي عقل بشري متزن أن يشكك في صحته. ينبغي كما قال أن يعتقد بحق بأنني أتحدث عن هراء، ومع ذلك إذا تم التأكيد على وجود مثل هذا الإبريق
في الكتب القديمة معتقد أو غرسنا هذا المعتقد في أذهان الأطفال في المدرسة، فأن التردد في الإيمان بوجود هذا الإبريق سيصبح غريبا ومستنكرا. عمليا كما يقول في هذا المقال، كل معتقدات المتوحشين هي سخيفة. مثلا قال إذا كنت في الاتحاد السوفياتي، في زمن كان الاتحاد السوفياتي موجود، قال إذا كنت بروتستانتي فأنت عليك أن تعلم بأن هناك معتقدات سخيفة لدى الكاثوليك. طبعا احنا كمسلمين احنا عندما نرى معتقدات الهندوس نعتبرها سخيفة جدا وغبية وخرافية. العكس أيضا صحيح، الهندوس يرون معتقداتنا وطوافنا حول الكعبة يرونها مسألة خرافية و يعني لا غير منطقية. وكذلك أيضا حتى على المستوى السياسي كما يقول برتراند راسل، قال إذا احنا كنا اشتراكيين أو يساريين فراح نستغرب من سذاجة الأحزاب المحافظة. وهنا يخاطب برتراند راسل القراء ويقول لهم أنت عزيز القارئ مهما كانت معتقداتك، وأنا بدوري يعني أنقل هذه المخاطبة إلى من يشاهدني، أقول له مهما كانت معتقداتك، مهما توقعت مهما تمنيت، فيجب أن تعترف بأن معتقدات 9 أعشار البشرية هي معتقدات غير عقلانية تماما، وأن غير العقلانية هذه هي بالطبع تلك التي لا تؤمن بها أنت. طبعا هنا أسلوب ساخر جدا، و برتراند راسل يقول أنت طبعا بالتأكيد أنت كل ما تعتقده غير عقلاني هو هذا اللي أنت ما تؤمن به، لكن بالحقيقة يعني يقصد يشير إلى أن هنالك من لا يعتقد بما تعتقده أنت. فيختم مقالة يقول بأن استنتاجي بأنه لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي. الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية، وكل ما علينا أن نتيح الفرصة له بذلك. وهنا يتحدث برتراند راسل مع القراء ويقول له أنا يا عزيز القارئ أنا لا أعرف ما هي معتقداتك، وبدوري أنا أيضا أخاطب من يشاهدون الآن. ده أسلوب ساخر برتراند راسل دائما يقول أنه يعني ما يشير بأنه أنت بالتأكيد كل ما لا ترى عقلاني فهو بالتأكيد أنت ترى ما لديك هو العقلاني، والعكس صحيح، أنه تجد الهندوس يرى معتقداتك غير منطقية بينما المسلم يرى معتقدات الهندوسيين غير منطقية. ويستنتج في النهاية في نهاية هذا المقال اللي كان عنوانه هل هنالك خالق، قال لا يوجد أي سبب مقنع للاعتقاد بأي دين عقائدي. الإنسان له الحرية في تحديد مصيره وكذلك تحمله المسؤولية، وأتاحة الفرصة له بذلك فقط. هذه القضية الأساسية التي يجب أن نحترمها، وبعد ذلك فليعتقد الناس ما يعتقدون. والآن سأتحدث عن حجة المسبب الأول أي الله، وبعد ذلك سأتناول حجة قوانين الطبيعة، وبعدها حجة المصمم، وسأستعرض فيديو لعدنان يرد على هذه الحجة، وأيضا مناقشة راسل لريهان باسكال، وثم الختام مع مقطع من حوار برتراند راسل مع شخصية لاهوتية كبيرة حول وجود الله. فكونوا معي. الحجة الأولى هي حجة الوجود المسبب الأول أي الله، ويقول فيها برتراند راسل أنه إذا كان لكل شيء سبب فلا بد للإله نفسه من سبب، وبالتالي هو ليس المسبب الأول. وإن قيل مثلا بناء على فكرة أن لكل حادث محدث، لكنه هناك محدثا أو إله واجب الوجود، فهذا لا يكفي. يعني عندما أهل معروف على الحجة بأنه لكل حادث محدث والبعرة تدل على البعير، لكن عندما نصل إلى وجود الله أو أن الخالق الأول أو المسبب الأول أو المحدث الأول، فهذا المحدث الأول لا وجود للمسبب له، لأنه لا يمكن أن تتواصل سلسلة الأسباب إلى ما لا نهاية. هذه الحجة الكثيرة. فيقول هذا
هذا لا يكفي برتراند راسل. لماذا؟ يقول لأنه لنقول مثلا بأن مثل ما يقولون بأن ما يقولون خلينا نفترض بأن العالم موجود ولا يوجد هذا العالم إلا بواجد، أي أن هناك عالم أو خلق وهنالك خالق. فإن قلنا أن هذا العالم أو أن هذا فإن قلنا أن الله هو الواجد، فمن أوجد الله أو أحدثه؟ فإن قيل لنا مثلا لا يمكن الاستمرار في سلسلة الأسباب والأحداث كما بينت، فلا بد من وجود مسبب أول بلا سبب. فهنا يرد هاي الحجة برتراند راسل ويقول هذه الحجة لو صحت فيمكن لنا أن نقول أيضا أن العالم نفسه يمكن أن يكون هو السبب، وبالتالي لن نكون عندها بحاجة إلى إله. الفكرة وين؟ أنه أنت قال لك أنه هذا العالم موجود بسبب، فهذا السبب يعني ما يحتاج يجيب له سبب، فأنت إحنا ما سوينا شيء، يعني افترينا فرة واحدة، فقل إنه هذا العالم بسبب بلا سبب مباشرة وانتهى الموضوع، يصبح العالم هو الإله نفسه يعني كما هو، فإذا انتفت القضية بأكملها. وهذا عملية دور فلسفي لا نهاية لها، والحجة يظهر بهذه الطريقة هي باطلة. بمعنى أنك عندما تقول أن السبب هو الله، السبب أو الخالق هو الله، فأنت بالحقيقة لا تقول شيء، إنه مجرد كلمة أو رمز خالي من المحتوى ولا نعرف ما هو، مجرد تضع شيء كلمة وتعتقد بأن هذه الكلمة هي التي ستعبر عن المعنى الذي تقصده، لكنه في الحقيقة معنى فارغ، وهو كلمة العالم نفسه أو الكون الموجود أو كل ما هو مخلوق. فبالتالي أنت لم تقل شيء، مجرد أنت ذهبت لمكان ورجعت من حيث ذهبت. هناك أيضا حجة قوانين الطبيعة، وهي أن وجود هذه القوانين يتطلب وجود كائن لوضعها. لكن يتساءل برتراند راسل يقول ماذا نقول لو سألنا مثلا لماذا وضعت هذه القوانين دون غيرها؟ والجواب يقول أن الجاهز أنه وضعت لسبب أو بدون سبب. وهنا نتذكر، يعني لازم نتذكر جواب الحجة السبب والمسبب أو الحادث والمحدث أو الخلق والخالق. فنقول أن خيارات الإله نفسها يجب أن تحكمها الأسباب. هذا يؤدي بنا إلى أين؟ إلى أن معنى هذا أن الله ليس هو واضع القوانين المطلق. وأن قيل أن هناك من لا يمكن أن يكون محكوما بالأسباب فهذا مردود، فقد يكون هذا الشيء هو القوانين نفسها. وهنا نعود مرة أخرى لنجد أننا لسنا بحاجة لإله، وهذه إذا تراجعون تدققون في هذه العبارات ستجدون الدليل واضحا. الحجة الثالثة وهي حجة المصمم الشهيرة التي يتعكس عليها كثيرون، وهذه الحجة طبعا عندما راح أتحدث عنها لاحقا في حلقة خاصة عن بيلي، لأن هو صاحب هذه الحجة، وقبل لايبن تز الألماني بالقرن السابع عشر كان من يعني السابع عشر من المنافسين أو من المجايلين لإسحاق نيوتن. هذه الحجة جاء بها هذا بيلي، وتقول هذه الحجة بأنه أن هذا العالم مصمم أو منظم بشكل مثالي، والناس يرون فيه بأن العالم مصمم بشكل خارق ومتناسق، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا على يد إله. ولكن كما يرى برتراند راسل أن العالم والكون بأكمله مرت عليه ما يقارب 14 مليار سنة، وما زالت الناس تموت وتعاني. وشبه عليه بشبهة في الإلحاد من أخطر ما يكون. أول مرة أنا أقرأ هذه الشبهة، ما سمعتهاش قبل هيك من بشر. قال الرجل هذا، عارف الشيء؟ طبعا ضد برهان النظم نفسه تدكوا اياه، وقال هو اقوى برهان، بس في عليه ردين، قال رد من داروين ورد الثاني لم اذكره لكم الان اذكره. ايش الرد الثاني؟ قال اصلا هذا البرهان كله قائم على ايش؟ على تسليم مفهوم الحكمه، انه في حكمه، الاشياء متعاضده تعمل كلها الى غايه، معناها في حكمه، اذا في حكيم اوجد هذا الشيء. قال ايه مفهوم الحكمه؟ انا لا اسلم به، لماذا نسمي هذه الحاله في الكون والاشياء بالحكمه؟ هنا حاله دقيقه ومنظمه، انت عشان تحكم عليها انها دقيقه ومنظمه وكذا لابد ان يكون عندك امكان ايش؟ المقارنه. وما فيش مقارنه، عندك كون واحد، يونيفرس واحد هو هذا،
وهو موجود هيك، وجده هيك، إن وجده، إن وجده هكذا، صحيح؟ فكيف إيش ما تسميه أنت؟ خلاص مين حيناقشك؟ ما فيش مجال إيه؟ للمقارنة. قال أنا أفترض لو وجد كون آخر عكس الكون هذا، كل شيء فيه بيصير بقوانين مناقضة، حنقول يا ما شاء الله. هو قال يعني كون ممتاز وجميل ومنظم، شبهة خطيرة ملعونة. قلت يا رب إيش اللي كذا؟ بفضل الله يعني ما فيش، لم يمر دقيقتين ثلاث دقائق، ربنا ألهم للصواب بفضل الله. ولليوم فيه كلام لا يعني التشطيب على وجود الذات بقدر ما يعني، وهو كذلك فعلا ها، التشطيب على العقل الإنساني طبعا. لأنه الذي ابتدع أو عقل أو يتعقل مفاهيم النظام والانتظام والغائية والعلية هو العقل، من إيش برضو؟ هذه القوالب. فإذا أنت قلت هذه ليس لها معنى وهي أشياء اعتباطية، معناها العقل كله أصبح اعتباطيا، فأصبح كلامه كله اعتباطي، نقاشنا اعتباطي، الأقوال والضافة اعتباطي، دخلنا في عدمية. وأخيرا يناقش راسل ريهان باسكال المشهور، وهي الفكرة بأنه أنك إن لم تؤمن بهذا الإله مع أنه موجود، فبالتالي أنت ستغامر بأن تكون ملعونا إلى الأبد، وعليه بعد ذلك من الأفضل لك أن تؤمن. يقول هذه لعبة غميضة يشتهر بها العقل البدائي، ولكن لنفترض أن هناك أحدهم قال نعم هناك إله، لكن هذا الإله تعمد حجب الأدلة على وجوده وخلق عالما يحرض الإنسان على نفي وجوده، ومع هذا فإنه سيلعن كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده. يعني هذا الإله يخلق عالم وهو يحجب الأدلة على وجوده ويحجب نفسه، وبعد ذلك يلعن، يخلق كل الفرص حتى تنفي هذا، ينفي هذا الدليل، وبعد ذلك سيلعن وسيعاقب كل من يفشل في الإيمان به وبوجوده. هذه لعبة غميضة يجب أن نتساءل بعدها، حتى لو هذا هو الواقع الذي يتحدث به رجال الدين. راسل يقول هذا تصرف إلهي يستحق العبادة؟ يعني هل فعلا إله يتصرف بهذه الطريقة؟ هو إله حقيقي ويستحق العبادة؟ هنا يختم راسل حججة ويقول إذا كان هذا الإله هو الذي يتحدثون عنه، فمن المخزي جدا أنه لم يقدم دلائل على وجوده. Russell and F.C. Copleston concerning the existence of God. Lord Russell, who died in 1970, will be remembered for many reasons, not least for his important contribution to the development of logic. Father Copleston is a Jesuit priest, now principal of Heathrop College and professor of the history of philosophy in the University of London. Russell's position in the debate is that of an agnostic. Copleston's position is that of a believer who holds that the existence of God can be proved. We shall listen in a moment to an edited portion of this debate, that part in which Russell and Copleston discuss what is sometimes called the argument from contingency. This is a form of cosmological argument, and I expect you will notice several points of resemblance between the argument offered by Copleston and the cosmological argument of Richard Taylor discussed in the correspondence material. Like any form of cosmological argument, the argument from contingency begins with an empirical premise, one whose truth is known through experience. For clarity's sake, I divide the argument into distinct stages. First of all, I should say, we know that there are at least some beings in the world which do not contain in themselves the reasons for their existence. For example, I depend on my parents, and now on the air, on food, and so on. Now, secondly, the world is simply the real or imagined totality or aggregate of individual objects, none of which contain in themselves alone the reason of their existence. There isn't any world distinct from the objects which form it, any more than the human race is something apart from the members. Therefore, I should say, since objects or events exist, and since no object of experience contains within itself the reason of its existence, this reason, the totality of objects, must have a reason external to itself, and that reason must be an existent being. Well, this being is either itself the reason for its own existence, or it is not. If it is, well and good. If not, then we must proceed further. But if we proceed to infinity in that sense, then there's no explanation of existence at all. So, I should say, in order to explain existence, we must come to a being which contains within itself the reason for its own existence, that is to say, which cannot not exist. This raises a great many points, and it's not altogether easy to know where to begin.
But I think that perhaps in answering your argument, the best point with which to begin is the question of a necessary being. The word necessary, I should maintain, can only be applied significantly to propositions, and in fact, only to such as are analytic, that is to say, such as it is self-contradictory to deny. I could only admit a necessary being if there were a being whose existence it is self-contradictory to deny. I should like to know whether you would accept Leibniz's division of propositions into truth. Certainly, the question, does the cause of the world exist, is a question that has meaning. But if you say, yes, God is the cause of the world, where using God as a proper name, then God exists. It will not be a statement that has meaning. That is the position that I'm maintaining. Take, for example, suppose you take as your subject the existent round square. It would look like an analytic proposition that the existent round square exists. But it doesn't exist. No, it doesn't. Then surely you can't say it doesn't exist unless you have a conception of what existence is. As to the phrase, existent round square, I should say that it has no meaning at all. A being that must exist and cannot not exist would surely, according to you, be a being whose essence involves existence. Yes, a being the essence of which is to exist. But I should not be willing to argue the existence of God simply from the idea of his essence, because I don't think we have any clear intuition of God's essence as yet. I think we have to argue from the world of experience to God. Yes, I quite see the distinction. But at the same time, for a being with sufficient knowledge, it would be true to say, here is this being whose essence involves existence. Yes, certainly. If anybody saw God, he would see that God must exist. So, there is a being whose essence involves existence, although we don't know that essence. We only know there is such a being. Yes, I should add, we don't know the essence a priori. It is only true a posteriori, through our experience of the world, that we come to a knowledge of the existence of that being. And then one argues, the essence and existence must be identical. Because if God's existence were not identical, then some sufficient reason for this existence would have to be found beyond God. So it all turns on this question of sufficient reason. And I must say, you haven't defined sufficient reason in a way that I can understand. What do you mean by sufficient reason? You don't mean cause? Not necessarily. Cause is a kind of sufficient reason. Only contingent being can have a cause. God is his own sufficient reason, but he is not cause of himself. By sufficient reason in the full sense, I mean an explanation adequate for the existence of some particular being. But when is an explanation adequate? Suppose I am about to make a flame with a match. You may say that the adequate explanation of that is that I rub it on the box. Well, for practical purposes, but theoretically that's only a partial explanation. An adequate explanation must ultimately be a total explanation, to which nothing further can be added. Then I can only say you're looking for something which can't be got and which one ought not to expect again. To say that one has not found it is one thing. To say that one should not look for it seems to me rather dogmatic. What I'm doing is to look for the reason, in this case the cause, of the objects, the real or imaginary existence, if you prefer, or any other existence, without explanation. Intelligible to the relations of God. You see, I don't believe that the infinity of the series of events is intelligible apart from the existence of God. You see, I don't believe that the infinity of the series of events, I mean a horizontal series, so to speak, if such an infinity could be proved, would be in the slightest degree relevant to the situation. If you add up chocolates, you get chocolates after all, and not a sheep. If you add up chocolates to infinity, you presumably get an infinite number of chocolates. So if you add up contingent being to infinity, you still get contingent beings, not a necessary being. An infinite series of contingent beings would be, to my way of thinking, as unable to cause itself as one contingent being. However, you say, I think, that it is illegitimate to raise the question of what will explain the existence of any particular object. It's quite all right if you mean by explaining it, simply finding the cause of the existence of all particular one with that the total has any cause whatsoever. I can illustrate what seems to me to be your fallacy, that the total has any cause in the particular things. I can illustrate what seems to me to be your fallacy. Any cause whatsoever. I can't really see a parity. If I was saying every object has a phenomenal cause, therefore the whole series has a phenomenal cause, there would be a parity. But I'm not saying that. I'm saying every object has a phenomenal cause, if you insist on the infinity of the series, but the series of phenomenal causes is an insufficient explanation of the series. Therefore the series has not a phenomenal cause, but a transcendent cause. Well, that's always assuming that it's not a phenomenal cause, but a transcendent cause is an insufficient that not only every particular thing in the world, but the world as a whole, must have a cause. For that assumption, I see no ground whatever. If you leave me a ground, I'll listen to it. Well, the series of events is either caused or it's not caused. If it is caused, there must obviously be a cause outside the series. If it's not caused, then it's sufficient to itself.
and if it's sufficient to itself, it is what I call necessary. But it can't be necessary, since each member is contingent, and we've agreed that the total is no reality apart from the members. Therefore, it can't be necessary. For it can't be necessary. And I should like to observe in passing that the statement that the world is simply there and is inexplicable can't be got out of logical analysis. Everywhere. A man may look for gold without assuming that there is gold everywhere. If he finds gold, well and good. If he doesn't, he's had bad luck. The same is true with the physicist's look for causes. As for Sartre, I don't profess to know what he means, and I shouldn't like to be thought to interpret him. But for my part, I do think the notion of the world having an explanation is a mistake. I don't see why one should expect it to have. Your general point, then, Lord Russell, is that it's illegitimate even to ask the question of the cause of the world. Yes, that's my position. كما رأيتم أصدقائي، هذا كان هذا مقطع من حوار راسل مع شخصية لاهوتية كبيرة جرت قبل نحو نصف قرن، وهذه الشخصية كانت تحاول إثبات وجود الله ولديها قناعة بمسألة التصميم الذكي. وبرتراند راسل كما رأيتم هو رد على هذه القضية، وأيضا أكد بأن هذه رد معظم الحجج اللي تحدث عنها أني طرقت لها في بداية الفيديو، وأتمنى أن أكون قد أبسطكم صورة وافية عن وجهة نظر برتراند راسل حول موضوع وجود الله، وهو موضوع مهم جدا ليس بلأنه لها علاقة بالدين والتشريع القوانين الدينية والمعتقدات الدينية والفرائض الدينية وما إلى ذلك، إنما لأنه موضوع يتعلق ب تساؤل الإنسان الطبيعي حول وجوده، وجود هذه الحياة، هذا الكون بأكمله، سؤال لا يمكن أن نصل إلى نتيجة له حاسمة، لكنه بالتأكيد هو سؤال يشغل بالنا جميعا. أتمنى أكون قدمت لكم مادة مفيدة، وآسف بعض المناطق كانت في الفيديو فيها يعني المايك مغلق، لكن سأحاول حذفها لاحقا. المهم أتمنى أترككم بخير، وأتمنى أسمع تعليقاتكم، وكل أمل بأن يكون هذا الفيديو قدم لكم مادة جيدة. وأعتبرها القناة هي لست من يشترك فيها لا يعتبر نفسه مشترك فيها، إنما هو شريك فيها. مع السلامة.